السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب علي لابوينت بالدويرة لنتابع هذه الصور الجديدة حول الملعب، واللي حسب يعني وتيرة نتاع الأشغال هذه ما زالت بطيئة، و يعني فيه إمكانية لأن يمتد الأشغال إلى بداية الموسم الرياضي المقبل، يعني من على 3 أو 4 أشهر إن شاء الله يكون الملعب في هذه الفترة يكون جاهز. أترككم تتابعون هذه الصور الجميلة حول هذا الملعب رائع، والسلام عليكم.